إذن متابعينا الأعزاء، كيف كتشاهدوا مجهودات رجال الوقاية المدنية وكذا رجال القوات المساعدة لا زالت مستمرة لإهماد هذا الحريق. إذن كما كتشوفوا متابعينا الأعزاء، فألف شكر لهذا الجهاز الوقاية المدنية وكذا رجال القوات المساعدة. عملية التدخل لا زالت مستمرة كما كنشاهدوا لحد الساعة. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله. اذا اليوم نحن نتواجد بحديقه لحبول حيث اندلعت نيران وكما كنقولوا شعلات العافيه. لكن اللي بغينا واحد الحاجه انه الناس المرجو الحيطه والحضر ما يبقاوش يرميو السيجاره وكذلك الزجاج، لان القراعي الدجاج مع الاشعه ممكن تشعل النار. وكذلك اريد ان اشيد بمجهودات رجال الوقايه المدنيه وكذا رجال القوات المساعده. اليوم صراحه شفت واحد الصوره اللي هي جميله وجميله جدا، رجال الوقايه المدنيه ورجال القوات المساعده يدا في يد من اجل اخماد هذا الحريق اللي اشتبك هنا او اللي شعلت واحد العافيه هنايا. اذا صراحه بغيت نقول لهم الف تحيه لكم، شكرا لكم كثيرا، وكان معكم ربيع.